السلام عليكم. لحماية الغطاء النباتي تاع بعض الولايات الداخلية، خاصة الولايات الشمالية اللي فيها كثافة كبيرة تاع النبات من غابات ووديان ومساحات زراعية، خاصة الولايات تيزي وزو. إذن تم إنشاء محطة لتصفية المياه المستعملة وإعادة هيكلتها أو رسكلتها في يعني رسكلة البقايا نتاع المحطة نتاع تصفية المياه في تخصيب الأراضي الزراعية. إذن في هذا المجال تم تدشين أكبر محطة لتصفية المياه المستعملة في ولاية تيزي وزو، وكذلك نظرا للأقطاب السكانية الجديدة اللي راهي تتبنى في كل ربوع الوطن. إذن لازم على السلطات أن تفكر في كيفية معالجة المياه المستعملة. وهذه المحطة الجديدة اللي جات في ولاية تيزي وزو تقع ببلدية أعزازقة، وهي إضافة جديدة لتعزيز قدرات الولاية في معالجة المياه المستعملة والحفاظ على البيئة. أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.